بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، طاقة الشكر أو طاقة الامتنان، ماذا تعلمون عنها؟ الحقيقة القرآن لم يترك شيئا إلا وأنبأنا عنه، لم يترك أمرا فيه فائدة إلا وأمرنا بها. دققوا معي أيها الأحبة، الآن في العصر الحديث بدأ مرض الزهايمر ينتشر بشكل كبير بسبب طبعا ظروف الحياة وأسباب كثيرة جدا، وهذا المرض باختصار هو تآكل أو تلف في أجزاء مهمة من خلايا الدماغ بعد عمر معين، يحدث لدى الإنسان، قد يصبح لديه فقدان ذاكرة، قد يصبح لديه مشاكل كثيرة، خرف، يعني ليس لديه توازن في تصرفاته، في تذكره، في طعامه، شرابه، إلى آخره. هذا الأمر استدعى انتباه العلماء، فقرروا أن يدرسوا يعني لماذا هناك بعض كبار السن حتى إذا أصيب بالزهايمر تجد وضعه أفضل من غيره، وهناك أناس لا يصابون بهذا الخرف مهما عاش، يعيش 70 80 90 سنة 100 سنة لا يصاب. فأحد أهم العوامل هو ما يسمى بطاقة الامتنان. كيف ذلك؟ درسوا حياة هؤلاء الأشخاص. طبعا في البداية أيها الأحبة دعوني يعني أتعرف معكم على دراسة أظهرت أن الشعور بالامتنان ويعني التعبير عنه، يعني ينبغي أن تعبر عن امتنانك لأي معروف تتلقاه من أي شخص. الدراسة أجريت على يد الدكتور بول ميلز، أستاذ طب الأسرة والصحة العامة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا. وجد أن الشكر أو الامتنان إذا تم اتخاذه كمنهج يومي له تأثير قوي جدا على سلامة القلب وعلى الصحة النفسية والجسدية. سبحان الله، يعني شيء غريب أنك عندما تشكر الناس تفيد نفسك. طبعا أنا سأستحضر معكم الآن آية هي من نصائح سيدنا لقمان الحكيم عليه السلام، عندما وجه نصيحة لابنه ماذا قال في سورة لقمان؟ اقرأوا أيها الأحبة. أشار إلى هذه الحقيقة التي اكتشفت في القرن 21 أن الشكر له فوائد تعود على النفس. أنت عندما تشكر هذا الإنسان تفيد نفسك أولا، تعود فوائد هذا الشكر على نفسك أنت. هذا الأمر أنبأ عنه القرآن على لسان لقمان عليه السلام قبل آلاف السنين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. طبعا من الذي علمه؟ هو الله. أن اشكر لله، ينبغي أن تشكر لله أولا ثم تشكر الناس. طيب لماذا؟ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. انظروا هذه القاعدة كم رائعة أيها الأحبة. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، نفس الدراسة التي اطلعنا عليها قبل قليل، تقول من يشكر الناس يفيد قلبه وصحته النفسية والجسدية. سبحان الله، فأنت تشكر لنفسك. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني عن العالمين، غني عن عباده. لذلك أيها الأحبة أنا لدي دراسة هنا أود أن أحدثكم عنها في 2021، يعني في بداية 2021 قبل أيام فقط، منشورة من قبل جامعة إكستر. ملخص الدراسة أنا أقرأه الآن على موقع ساينس ديلي، موقع شهير جدا. يقول أظهرت دراسة جديدة أجريت في اليابان أن كبار السن الذين اتخذوا منهجا لهم في حياتهم ما يسمى بالامتنان أو الشكر، أو يعني نحن كمسلمين علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أسدى إليك معروفا فكافئه، أو على الأقل أن تقول له جزاك الله خيرا
فقد أجزلت العطاء إذا قلت جزاك الله خيرا. عودنا النبي على هذا المنهج قبل 1400 سنة، عودنا أن نشكر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس، أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. ربط شكر الله بشكر الناس، لأنك أنت عندما يأتي شخص ويقدم لك خدمة، يقدم لك معروفا، إذا كنت لا تستطيع أن تشعر بهذه الخدمة وتقدم له شيء من الامتنان أو الشكر، فأنت لن تشعر بنعم الله عليك، نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة العقل، نعمة القوة، نعمة المال، نعمة البصر والسمع وكذا، لن تشكر الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله أكد عز وجل أن الشكر هو لنفسك، فائدته لنفسك. لذلك هذه الدراسة، يعني أنا أقرأ لكم حرفيا أيها الأحبة لكي نكون يعني دقيقين في كلامنا، منشورة بتاريخ 21/1/2021، تقول بأن كبار السن في اليابان، أجريت في اليابان هذه الدراسة، الذين اتخذوا منهجا في حياتهم وهو الشكر، دائما يشكر الناس، هذا يجعلهم يشعرون بالأمل على الرغم من تحديات الشيخوخة لديهم للأسف أيها الأحبة. وهذه الرسالة لأولئك العلمانيين الذين يريدون أن ينزعوا من المسلم بر الوالدين. عندما تطبق قوانين العلمانية وقوانين نظرية التطور التي تعتبرك لا شيء، ترابا، أتيت من مخلوق آخر وستذهب هكذا عشوائيا، وأن هذا الأب لا مهم، يموت يحيى لا مهم، يعني فهذا المنهج العلماني طبقوه في الغرب، فكان كبار السن أكثر الناس تعاسة وبؤسا. عندنا في الإسلام مفروض عليك أن تبر والديك وبخاصة كبار السن، فلذلك لديهم تحديات كبيرة لكبار السن الذين بلغوا مرحلة الشيخوخة. هذه التحديات الحمد لله ليست موجودة عندنا. لماذا؟ لأن أحد أعمدة الإسلام هو بر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما هو أو ما هي أحب الأعمال إلى الله، رقم واحد ماذا قال؟ الصلاة على وقتها. ثانيا بر الوالدين مباشرة بعد الصلاة. لذلك بر الوالدين هو جزء من ثقافتنا وديننا وتقاليدنا، فالحمد لله كبار السن مرفهون عندنا، لا يشعرون بهذه المأساة. اذهبوا أيها الأحبة، اذهبوا إلى دور العجزة، دور المسنين في بريطانيا وفي دولة مثل اليابان فيها مئات الآلاف من هؤلاء، يكلفون الدولة مليارات الدولارات سنويا، الدولة تفكر أن تتخلص منهم. انظروا إلى قوانين العلمانية التي تجرم بحق البشر، حق كبار السن في الحياة. يعتبرونهم أن حسب نظرية التطور أنهم أصبحوا عبئا على الدولة والاقتصاد، وينبغي التخلص منهم والإتيان بجيل جديد. هذه هي العلمانية أحبتي في الله. الآن عندما يكون هذا الإنسان يطبق قانون الشكر والامتنان للآخرين في حياته، فإن هذا يجعله أكثر سعادة وأملا، ويتجلى ذلك عندما يكون كبيرا في السن. إذن أحبتي في الله، أستطيع أنا أن أستنبط من هذه الدراسة، والدراسة موجودة أيها الأحبة جامعة إكستر وموجودة على الإنترنت، من أحب أن يطلع عليها. إذا أردت أن تكون سعيدا في الكبر فاشكر الناس في مرحلة الشباب. أنت الآن قوي وشاب، أشكر، ساعد الناس، قدم لهم معروفا، وهذا ليس فيه نقص بالنسبة لك، لا بالعكس، هذه طاقة تكسبها أنت. يعني الدراسات حسب جامعة كاليفورنيا تؤكد أن هناك فوائد كثيرة جدا لطاقة الامتنان في تخفيض مشاكل الإصابة بأمراض القلب.
والتجربة التي أجروها على بعض من الناس الذين لديهم مشاكل في القلب أنه بعد شهرين فقط من ممارسة هذا النهج الامتناني أو نهج الشكر للآخرين تحسن أداء القلب لديه بنسبة كبيرة جدا. لذلك هم يقولون من الأفضل أن تشكر الناس، أن يعني إذا أدى أحدهم إليك معروفا من الأفضل، هذا كلام العلماء أيها الأحبة اليوم في القرن 21، والدراسة هذه منشورة بتاريخ 6 ديسمبر 2017 حديثة. يعني إذا أردت أن تعيش حياة جيدة في الكبر فعليك أن تشكر الناس، بل تتخذ الشكر منهجا لك خلال حياتك اليومية. طب أليس هذا ما أمرنا به الإسلام؟ أليس هذا ما أمرنا به حبيبكم عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا ما أكده القرآن عندما قال ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. اللهم اجعلنا من الشاكرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.